ربي سبحانه يفكيغد مجالات الاختيار، عبدي أنت تريد وأنا أريد. الحديث القدسي الجليل: إن سلمت لي فيما أريد حققت لك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. ربنا عز وجل ذيني فغاكان دلفغيس كان ريضرون غير قرنيت قبيليث أم ذاني تحبير ربي تضبير ربي تدبير. إذا الإنسان ذي حبر في منيس أذي خم وذي حز ولكن ذيني فغا ربي ريضرون. لذلك ذي الإيمان يعني الإيمان بالقضاء والقدر أديني مرحبا استكشار ربي. العبد هذا يجتهد أفلح هذه كرثاثة في جريث هذه السفرة يوبا هذه زرع وهذه خرز يكفى شغليس ما يفغى ربا يرزق قد يرزق ما إلا ربو يفغى ودي فكرة كل شيء يكفى ربي. لذلك ذلك مقارن زيك لو كان سنتي تحسبوا فلاح وسنتي زرعارة لو كان سنتي تحسبوا فلاح وسنتي زرعارة. المعنى يسفاد من قد يرضو سوين يكتب ربي سبحانه قدر الله وما شاء فعل.